في ختام الحوار الليبي الليبي ببوزنيقة، صدر مساء اليوم بيان ختامي مشترك لمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. إدراكا منا لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد على مختلف المستويات والصعد، من حالة شديدة الخطورة باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها. نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيدولوجية، واستشعاراً منا بخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي التي تنتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في مناحي الحياة كافة. وتطبيقاً لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالسخيرات، وتأكيداً على مخرجات مؤتمر برلين التي تدعم الحل السياسي وبناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، عقدت لقاءات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في منتجع الباهية بضواحي الرباط في المملكة المغربية الشقيقة، من أجل الوصول إلى توافق بين المجلسين حول المناصب السيادية بهدف توحيدها. جرت هذه اللقاءات في أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق، أسفر عنها اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية. كما اتفق الطرفان على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة من المجلسين التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق. ومن خلال هذا المسار ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا. ختاماً، ننقل للمملكة المغربية الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أسمى آيات الشكر والعرفان من الشعب الليبي لما تقدمه من دعم ومساندة لتجاوز أزمته وتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها بالسلام والأمن والاستقرار.